وصلنا فقرة الطبخ اليوم مع غادة التلي. طبختنا اليوم طبختين رح نعرفهم هلأ من غادة. كيفك غادة؟ أهلاً أهلاً. شو محضرتينا اليوم؟ لسه ولا حاجة. لسه ولا حاجة. لسه رح تحضرينا. محضرناش حاجة خالص. شو رح تحضرينا؟ هنعمل لحم تايلاندي عشان طلبوه مننا, في مشاهدة طلبته مننا على التليفون. وهنعمل عيش السرايا. عيش السرايا حلو. جود. سريع. يلا جود. إيش نبلش؟ نحكي مقادير؟ يلا. أوكي خلينا نحكي نبلش باللحم التايلاندي. هلأ رح نشوف المقادير على الشاشة. أو أول شو بدنا نستعمل للحمة؟ أوكي. يلا. بدنا لحمة فيليه وبعدين بدنا نستعمل بصل أخضر. رح نستعمل 4 أسنان للثوم. رح نستعمل معلقة كبيرة زنجبيل. معلقة كبيرة كاري بيست الأخضر. علبة حليب جوز الهند أو كوكونات ميلك. بعدين بدنا نص كوب بازيلا جاهزة ومسلوقة وكزبرة خضراء. كمان لسه بدنا معلقتين كبار زيت وملح وفلفل. إيش نوع الزيت غادة اللي نستعمله بهاي اللحمة؟ بصي ممكن نستعمل زيت عادي يعني هو مش زيت سمسم. يعني زيت السمسم أكتر على التشاينيز. مش ضروري. تعرفي أنا ليش بحب الأكل التايلاندي؟ هو ميكس كأنه بين الهندي وبين الصيني. صح. وبيشبه أكلنا, دائما فيه كزبرة خضراء, دائما فيه توم. مظبوط. كتير بيشبه أكلنا. صح. أول عايزين نعمل نقطع البصل. أوكي ما نقصينه وغسلينه ومجهزينه. اللحمة رح تخليها زي ما هي ولا بدك تعمليها شريدد؟ لا هي بتتقطع. بتتقطع شريدد. بتتقطع زي الستروجانوف. أوكي هيك بتستوي أسرع. بتستوي اسرع. وهو الاكل عامه التايلاندي والصيني انت اكيد عارفه ما بيحطش الحتت زي ما هي. صح. يعني بتلاقيش حته فيليه. يعني الاغلبيه بتبقى احنا هنحط الاول اللحمه علشان خاطر ايش استعملتي فيليه. فيليه. فهنحط اللحمه الاول علشان تفضل البصله شويه نخليها في الاخر علشان تفضل شويه بتقرش. هنحط دلوقتي اللحمة. كيف كان امبارح رز المندي اللي عملتوه؟ هايل والله. طبعا كتير كان حلو. حطي اللحمة على الناشف لسه؟ لا حطة على أنا زيت. حطيتي زيت. حطة زيت. أوكي. بصي أكلة سريعة ولذيذة و انت عارفة أنا يعني بحب الناس يتعلموا الحاجات اللي بياكلوها في المطاعم اللي هم فاكرين ان هم مش ممكن ياكلوها غير في المطاعم. بس هي كتير بتقدري تعمليها وبتطلع أحلى لانك انت عاملاها في البيت بنوع لحمه انت عارفه هو ايه وشايفه النظافه. فانا يعني كذا مره بحب اطبخ الطبخات اللي الناس بيبقوا فاكرين ان هي ما بتتاكلش في المطاعم. بس مش مشكله يعني بهي ما هي كل شيء موجود وين ما كان. بالظبط. بس نحن لانه طبخات يعني مش من المطبخ العربي اللي احنا متعودين عليه هو بس يعني بيختلف اشياء كثير بسيطه انه الاشياء مقطعه اصغر ما بتستوي كثير بنخليها شوي تقرش. وزي ما قلت لك كمان في حاجات يعني الناس ما بتفكرش تبص عليها يعني زي مثلا حليب جوز الهند ده موجود في كل حته. بس في ناس كتير مثلا بيدوقوه في المطعم وهم مش عارفين ده ايه فغلط مش هيعملوه. بس هو عن جد بيعطي طعمه يعني كتير. لو طعم اكله بدها حليب جوز الهند وما حطيتيه بضل فيها شيء ناقص الطعمه زي ما لازم. الصنوبر رح تحطيه بالاخر؟ الصنوبر مش هحطه خالص. الصنوبر ده بتاع عيش السرايا. ده بتاع عيش السرايا. بيعمل السرايا. ايه هنا؟ محطوط غلط وقع غلط. هذا الفلفل وين لقيتيه؟ انا ما بلاقيه بعمان. ده في السوبر ماركتات المتوسطة. ايوه موجود. لانه هذا موجود. اكل الفار ايست كثير بيستعملوه. بس هذا كثير حار. صح؟ اذا بدنا ناخذ السنوبر نوديه محله عند عيش السرايا. اوكي شكرا. ما احنا تلخمنا شفتي. يا اتس اوكي. بلشت تطلع الريحه كثير زاكيه. هلا اللحمه ما عملتي فيها شيء حطيتيها زي ما هي. حطيتها زي ما قطعتها وحطيتها زي ما هي. بس لازم تكون دائما النار حاميه عشان ما تنزل ميه ال بالظبط ما نزلتش فعلا. انت بتحبي الاكل التايلاندي؟ كثير بحبه كثير كثير. ورحت تايلاند وكثير ضلينا ناكل كثير زاكي اكلهم كثير. وعاد لقيت السر انه هي بين التشاينيز وبين الانديان فهو بيجي شوي سبايسي بيشبه اكلنا فيه كزبره فيه تومه. صح كثير زاكي. صح. وحر هيك شوي بجنن بجنن اكلهم.
فبجيب انا معي اشياء بعمل منهم، مثلا التوميام، التوميام بيس موجود، التوميام سوب مثلا بعملها كثير. بتعرفي كمان دلوقتي التوميام سوب دي شوربه، اكثر شوربه مشهوره عندهم في تايلاند، دلوقتي بتتباع في السوبر ماركتات جاهزه بالليمون، بعشبه الليمون اللي هي الليمون جراس الطازه. كل الادوات يعني الانجريدينت ساعتها بتتباع فريش. اوكي بيجيبوها والله. انا بعملها بالبيت وبس، هدول الاشياء بس كمان موجود يعني كله كثير زاكي، ما فيش حاجه مش موجوده هنا، كل شيء موجود. اللي بيدور بيلاقي. وانا متاكده ان احنا هنلاقي فرن المندي ده هنا لو دورنا عليه، امبارح كثير ناس اتكلموا بيسالوا وين بنلاقيه. الفرن موجود اكيد موجود، بس الصور اللي حطيتوها كانوا من وين؟ من عند من الانترنت، من الانترنت نزلتها. بس انه ما حدش بيبيعه هون، مش ملاقيينه او بس بيقدر يعملوه، هو فرن مش هيك، بس تحته فيه فحم او شيء. هي الفكره انه لازم يبقى مكتوم خالص علشان لما هو المندي بيستوي على الحراره، على الحراره المطفيه يعني. انت لما كان بيتحط تحت الارض وهو بتحطي الحطب تحت، بعدين بتحطي الحله اللي فيها الرز وبتعلقي اللحمه او الفراخ، فبتفضل تنقط على الرز. فالمهم بتقفلي من فوق وهي بتبقى تحت الارض البرميل، بتقفلي من فوق كويس جدا. فاللي بيحصل ان الحطب بينطفي وبتستوي هي على الحراره. ولازم تقفلي كويس لان لو دخل هواء هيفضل الحطب مولع، الاكل هتتحرق. اوكي حلو. فهلا لازم افصل، بلكن حدا يكون هيك بينعمل يعني، بفكر ممكن ينصنع بكل سهوله. متهيألي يمكن بعد الحلقه بتاعت امبارح يعملوه، تعطي افكار لناس يعملوا فرن المندي ممكن. طيب هنحط هلا البصل الاخضر، هنحط هلا خلص بتكون اللحمه استوت خلاص. فاضل لها شويه صغيرين، هات اللحمه استوت. هنحط المشروم بس هنصفيه الاول. رح تقطعيه يعني؟ ممكن نقطعه وممكن نحطه زي ما هو. اوكي هو لانه بيكبر بعد ما بعد ما هلا معنا. بينفش لسه في حتت جامده بس بتروح في السوا. بتروح مش مشكله. طبعا بتروح، بس طعمته كتير زاكي هذا كتير. يعني مش معقول قد ايه بيفرق في طعم يعني غير هو في انواع كتير من المشروم، في الشيتاكي، في كتير انواع. هو النوع ده كتير نكهته جامده. اجيب لك سكينه امضى؟ لا دي ماضيه كتير دي. كتير بس هو بصي ناشف لسه. بدك احرك لك اللحمه؟ اوكي. اسكر ريحه بجنن. شايفه اسكى شيء كل شيء لما يضل زي لونه صح؟ يعني الاخضر يضل اخضر. لهلا ما حطينا ولا نوع فلفل ولا شيء ولا حاجه. هنحط المشروم من قلبه معاها. بعدين المعجون الكاري الاخضر هنحط بس معلقه صغيره، هي هتجيب الطعم. اوكي لان هو في شويه حراق. فيمكن دي كفايه وبعدين بندوق، لو محتاج اكتر لو محتاج اكتر بنحط. حلو، شم الريحه اللي طلعت جنن، بتجنن عن جد الريحه. اوكي طيب وهنحط الثوم. لا الجنزبيل الفريش. ايوه اوكي هيو. هلا لما والتومة دايما لو بتلاحظي في الاكل برضو الصيني والتايلاندي ودول ما بيفهموش التوم، بيحطوه شرائح، بيبقى شكله حلو وهو باين. فبرضو هنحط التومة، ثلاث تومات تقريبا. اوكي هذا صحني المفضل. خلاص وبعدين نحط شوية بسلة. مش كلهم هدول لا لا كتير لا. بس دول كفاية. بتستعملي الفروزن بازيلا؟ يعني اللي موجود الفروزن او الفريش، طالما انها مش طبخه نحط مكعب برضه. كمان طالما انها مش طبخه رئيسيه يعني مش طبخه بازيلا، بحب يعني لو شويه كده مش مشكله. بعدين هنحط بقى هلا الكوكونات ميلك. الكوكونات ميلك. الله خلصت؟ سهلة هاي. كتير عن جد خلصت. بصي مش عايزين نعذب الناس كتير، فهنحط أوكي. بس اتنين من لا لسه بقى لازم تغلي. ما بدنا كمان؟ لا لا هنكملها بمية. بشوية مية يعني تقريبا يعني نص مقدار تغلي عشان اوكي نص مقدار الكوكونات ميلك الحليب جوز الهند، نحط مية وهنسيبها تغلي. قد ايه بدها تغلي؟ بس غلوتين وهتبقى خلصت. حلو
وما حطيناش طبعا ملح غير لما ندوقها، لما تغلي هندوقها. هندوقها وبعدين عشان. ممكن نحط صويا صوص ولا لا؟ يعني هي مش محتاجه، مش محتاجه، لا مش محتاجه. اللي عايز يحط معلقه يحط، بس هي مش هتفرق كتير في الطعم لان نكهه الحليب جوز الهند كتير قويه، هي والكاري. ايوه فمش مظبوط، مش هتفرق كتير. في معانا اتصال غاده، منى من عمان. هلو هلو الو، اهلا وسهلا. مرحبا، اهلين. مين؟ منى. ايوه اهلا وسهلا، كيفك؟ هلو. الحمد لله، الله يعطيكم العافيه. الله يعافيكي، اهلين. بدك تحكي مع الشيف غاده؟ والله يا ريت. يلا هيها سمعتك. اهلا طبعاً. اهلا منى، ازيك؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ والله ماشي الحال، يعطيك العافيه. الله يعافيكي يا رب. تسلم ايديك يا سيد. يا رب تسلمي، شكرا. الله يحفظك يا رب. الله يخليكي. بتتابعينا دايما؟ طبعا لازم. جربتي وصفتنا؟ انا كثير بحبها، يعني هي ثقافيه على يعني من جميعه، من جميعه ما شاء الله عليكم. الله يخليكي، شكرا. تسلمي يا رب. ممكن اطلب طلب سيد؟ تفضلي. الله يزيد فضلك، ممكن تعملي لنا شي يوم القدره الخليليه؟ عملناها وطلعت تحفه. والله في فتره كنت يعني كنت هيك بالزياره على العقبه، يمكن راحت علي. معيده؟ عايزه راحت عليكي. بقول لك على حاجه. اتفضلي. ممكن تخشي على اليوتيوب على صفحه رؤيا وتكتبي غاده التلي القدره. وهم منزلين رؤيا الفيديو. خلاص ماشي. ولو ما لقيتيهاش قولي لي نعيدها تاني، محدش عنده مانع. تسلمي كل مبسوط. تسلمي، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. ممكن اقول لك اعطي فكره شوي؟ تفضلي. يعني اذا يعني مشان المشاهدين تفضلي. اذا ما بيقدروا يجيبوا حليب جوز الهند او مثلا مش متوفر، لانه هو شوي غالي، هو شوي غالي. انا بجيب الحليب، لتر من الحليب، وبحط مع نص كوباية جوز الهند. الحليب بخليه فاتر وبنقعه فيه لمدة ساعة ساعتين، بعدين بصفيه، بيعطيني نفس النتيجة، حليب جوز الهند. ممكن حلو. طبعا حلو. طيب يعني كويس. انا حبيت بس اقول هذه المعلومه. شكرا لك. شكرا ليكي ولمعلومتك الحلوه. شكرا على الاطباق الحلوه. الله يخليكي، شكرا. ما بصير لحالك تدوقي. ولا زاكي عن جد ما بدها ملح؟ تعرفي يمكن المشروم مالح. لا هو المكعب المرق اللي أيوة حطيناه. صح صح صح. وبعدين برضو ما تنسيش الصوصات الجاهزه دي بيبقى فيها ملح اوريدي. برافو. مشان هيك ما حطينا ملح، كتير زاكي. فهي يمكن كده خلاص استوت دي. خلاص هذا الصحن الي. طيب وين نسكبه؟ حط هذا، انا هذا ملاقيته صغير ولا هذا؟ لا كويس منيح. بس في الاخر خالص بدل قربت تخلص نحط شويه كزبره خضراء جوه. كتير حبيتها هاي الاكله. خلاص هاي رح اعملها. خلاص مش لازم تغلي مع الكزبره عشان لا. تفضل خضره وما تروحش النكهه. يسلموا ايديكي غاده. تسلمي. سهله وسريعه صح؟ كتير. ومطاعم خالص. لا زاكيه كتير. وممكن جنبها رز، هاي رز بسمتي. ايش تحبي رز جنبها؟ يعني رز عادي. عادي؟ مش بسمتي؟ يعني كل واحد ومزاجه. يا وما بتحرق كتير، احنا حطينا هذا الاشي الحار. اوكي يسلموا ايديكي غادة. ثانك يو. اذا هيك رح ناخذ فاصل ونرجع نكمل الطبخ لنشوف عيش السرايا مع غادة التلي. خليكم معنا.